منطق نعم العقل يقول إذا كان الدكتور المرزوقي قادرا على إقناع 50 دولة بتأجيل القمة، ألم يكن من الحكمة أن يستثمر رئيس الجمهورية الحالي سيد قيس سعيد زميله السابق أو صاحب كرسي قرطاج سابقا لصالح الدبلوماسية ويوظفه لصالح تونس؟ نعم، العقل يقول ذلك. أنا نفسي لم، مثل ما تفضل الزميل أنور قبل قليل، أنه لم أستمع كذلك إلى ما قاله، فقط يعني قرأت من شبكات التواصل الاجتماعي ردود فعل التونسيين الغاضبين جدا، لكن لا أعير ذلك انتباها أو أهمية كبرى، لأنه أعرف أنه يستقون المعلومات من مصدر واحد. وحاولت أن أتابع الأمر وأنصت، وتابعت تصريحات للسيد المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، في قنوات تلفزية أخرى، ولم أجد ما يذهب إلى كون أنه ألب الدول أو فرنسا على تونس أو ما شابه ذلك. صحيح له موقف ضد ما يعتبره الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور في 25 جويلية، وهذا يعني لو نقوم بإحصائيات ربما نصف أو ربما أكثر من النصف أو أقل من النصف بقليل، لست أدري، يعني من الشعب التونسي هم يرون نفس ولهم نفس الموقف. فاعتقادي ما أراه من هذا التشنج لدى رئيس الدولة تجاه رئيس دولة سابق، والإيماءات الإيجابية والخنوعة للأستاذ عثمان الجرندي بالرغم من ما هو معروف ويشهد له به من باع وتجربة في الدبلوماسية، هذا مؤشر يخيفني، وهذا يخيفني على تونس، وهذا مؤشر أراه سلبيا. يعني كيف يعقل الرئيس قيس سعيد؟ عثمان الجرندي يجب أن يلقن الرئيس قيس سعيد فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي والتعامل مع زميل له رئيس سابق في تونس بعد 2011، ومثل ما تفضل الأستاذ أنور الغربي قبل قليل، يعني رجل مشهود له ومعترف به ومحترم عالميا، لكن صورة الأستاذ أو الدكتور المنصف المرزوقي في تونس صورة يعني بائسة جدا، والإعلام إعلام المجاري، خليني أقول أستعمل هذه الكلمة، لا أحب هذه الكلمة، لكن الإعلام المأجور من المال الفاسد، مقاومة الفساد يا سيد الرئيس قيس سعيد، يعني هو كل هذه القنوات وكل التلفزية والإذاعية التي تعيث فساد والتي تلوث رأي التونسيين وتنمي الأحقاد إلى آخره. فبالتالي باعتقادي أنا مع أنه الرأي القائل أنه المنصف المرزوقي إذا كان له كل هذه القدرة على التأثير في 50 بلد صورة دكتور منصف، فيا حمدا أستاذنا، لو يعني صورة